وأخيرا الحلقة اللي ننتظرها جميعا وتجمع جميع أقطاب القصة أمامنا، سواء كان دوغفليت، كوجي، هيكارو، ماريا، دكتور أمون. لكن لتطوير القصة وجدت أيضا سايكا وكاسادو، لذلك نقول خلونا نبدأ. اهلا وسهلا فيكم بالطباعة، الحلقة الخامسة من انمي جريندايزر يو. حلقة ما كان فيها ذاك الاكشن القوي، ولكن فيها جو افتقدناه صراحة كثيرا جدا. بس صراحة نصيحة اللي يتابع العمل هذا، لا تكون في مثل وضعي. اذا بتتابع العمل هذا بعقلية جريندايزر القديم فلن تستمتع. صحيح، لان طالما وجدت المقارنة ضاعت المتعة والفائدة. إذا دخلت المقارنة من الباب هربت المتعة من النافذة. الله، فابتعد عن المقارنات. العمل هذا وضع لإعادة تأسيس وبناء عمل جديد، مفروض أن الأجيال الجديدة تشوفه بنظرة جديدة وجميلة، يكون مطابق لمقاييس ومعايير معينة. فإذا أنت أخطأت نفس خطأي وشفت الحلقة بعقلية سابقة، أنصحك ترجع تشوفها من جديد. ولهذا السبب أنا من وجهة نظري أشوف أن شخصية ماري اللي ظهرت من بداية الحلقة كانت إضافة جميلة، بغض النظر عن التراتب القديم. يعني حاليا هي شخصيتها مرحة فرفوشة، من أول ظهور لها خدعتهم، وعندها قدرة رؤية المستقبل، عندها هكي رؤية المستقبل جميل جدا ولطيف. شخصيتها كيوت صراحة، أنه يعني أضافت لمسة لهذه الحلقة صراحة من وجهة نظري. يعني وجود أنها في عمر 14 سنة، هذا الشيء كان موجود حتى في النسخ القديمة، لكن هنا وضح أكثر أنها عمر 14 والشخصية عايشة أكثر جو أنها في عمر 14 سنة. وجدت ماريا الحين لحدة أخوها، طبعا تدمير كوكب فليد المفروض أنه ما راح عليه وقت طويل، توه صار وصل الدوق فليد، لحقته نايدا، والحين جات ماريا وراء عشان يشوفون شو اللي قاعد يصير. ما في وقت ان تيرونا وبينا يفهمون شو السالفة. ممكن احنا كمتابعين قدامة قاعدين نتخيلنا من زمان تدمر الكوكب، دوق فليد ضايع لقوفة صح، لا توه دمر الكوكب، طاح في كوكب الارض، لسه ما اسس لا علاقات مع كوجي، ما اسس علاقات مع كوكب الارض، ما اسس علاقات مع احد، ما عنده هو نفسه فكرة شو اللي صار، شو اللي دمر، هو نفسه مو مستوعب اللي صار. فهنا تيجي ثقة الأخت، هو ما قتل أمي وأبوي، لو قتل أمي وأبوي كان شفته قتل أمي وأبوي، جاية لها ببراءة، وأنها كانت مختفية طول هالوقت لأنها كانت كاملة في الدير أو المدرسة الداخلية اللي كانت تدرس فيها. طبعا فترة ست شهور هذه تعلمت فيها أشياء كثير، فأخوها دايسكي هو دوق فليد اسمه، حتى كل ما كوجي نداه بداسكي شيء كده عندي أخوي بس ما غريبة غريبة. العلاقة في البداية إن هي أول ما ركبت مع دايسكي هي واثقة فيه زي ما قال محمد، ولكن حتى وتوثق لازم تسأل هل أنت فعلا اللي شاعت قاعد تقوله صحيح، معقول أنت دمرت كوكب فليد؟ فهنا يجيك زي ما قال محمد تردد دوق فليد، إنه أقول ما أقول، يعني شو أشرح لها، شو أوضح لها، أموالها اللي دمرت كسادو تلعب فيني، هم اللي قتلوا أهلنا. قبل حتى يتكلم دخل لك كبت ودخول كذا ماتشو كذا، يعني رجولي وعضلات وعضلات، شو تشككين في خوش الكبيرة قلة الأدب يعني. ومن هنا بدأت هذا الشرارة. التردد اللي في دوق فليد أنا أفهمه، السبب في تردد دوق فليد هو واثق ان كسده هو اللي قتل امه وابوه، لكن هو ايضا واثق انه هو فقد اعصابه، واثناء فقده الاعصاب دمه وقتلته. يمكن لحد الحين هو واثق انه هو اللي قتل روبينا اخو نايدا هو واثق الحين انه هو اللي قتله، اللي هو سيوس اعتقد كان اسمه سايوس. فهو واثق من هالشيء، فانا كيف ابري نفسي وانا مش بريه؟ حتى لو قلت انه مو على يدي الدماء، كيف اشرح لك ان هذا الانسان قتل امي وابوي، فانا ثارت اعصابي، واثناء ثارت اعصابي قتلت الشعب لاني فقدت السيطره على جريندايزر ودخلت مود برزيرك، يعني تدمير شامل ادى الى دمار الكوكب كله عن بكره ابي. وهنا في الحلقه هذه صراحه بغض النظر عن الذكريات اللي هل عشناها صح ولا لا، من عوده ماريا، تحول دوق فليد، تحكم بجريندايزر، هذا كله خلوه على جنب. هنا وضح قوه الجزء الجديد في ربط لما يجيك كسادو. اول ظهور هيكاو، هيكاو قالت اللي يقود الطيب ولا الشرير، الطيب اتزوجه الشرير اقتله. صحيح، شافت الطيب واحد ذاك قالت انت الشرير،
بالضبط. هل انت اللي تقدر تقود جوندايزا؟ إيه. قالت انت طيب ولا الشرير؟ فكانت قاعده تبي تطبق النبوه، النبوه طلعت من الحلقه الاولى الى الحلقه الخامسه. كيف جابوا ترابط قتل الدقفليد لاهله، جات نايدا، الحين جات ماريا، في ترابط في القصه، في بناء. وبينا تيونا القائد زوريل اللي طلع ذكره في الحلقه هذه، ذكر القائد زوريل كان مره جميل، لان يعني يوم لزق الجهاز هذا في مركبه ماريا انا اعتقدت انه مجرد جهاز تعقب، يعني عشان تتبع عشان يعرفوا وين مقر جريندايزر، وذا وصل فعلا مقر جريندايزر، ولكن طلع انه مجرد عضو في المخابرات الاستخبارات اسمه جي 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 هو وذا قارو قارو فدي دي عفوا دي دي فدي دي 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 طلع دي دي طلع ما عنده سالفة، ولكنه قال انا من قوات القائد زوريل. طبعا احنا كمتابعين نعرف من القائد زوريل، نعرف مدى قوته وخطورته، فكون يعني تبع الاستخبارات هذه اضافة جديدة جميلة بالنسبة لي، انه يعني توزيع او تقسيم الجيش ممكن انه كان مقسم زي كذا من الاول بس ما كان واضح لنا يعني. فالحين ان هذه قوات الاستخبارات وهذا تخصص الاستخبارات، التجسس، الاغتيال، وكان جاي بيغتال يدق في الايد الخفي، قال ارسلوا لي جيرو جيرو هالآلي ده. جايبين عنا آلي احمق واللي اقتله، بس انا اعتقد ان بلاكي كان يتحكم بالآلي وحاقد على ذوي بيقتله برضه، فكان يلقى اي فرصه يختفي هذا يختفي الدق عشان ينسب الفضل لنفسه، اني انا اللي انجزت المهمه هذه. ودائما دائما تصير زي كذا، ان بلاكي طمعه ورغبته في الصعود في المناصب انه يخرب الخطه الثانيه، اللي يكون الشخص الثاني على وشك يقتل الدق، لا مو انت اللي تقتل وتاخذ الجرندايز وتاخذ المجد كله، لا انا اللي بتدخل ويجيب العيد. اللي فرق برضو بين هذا الجزء والجزء القديم انه هيبه شخصيات دق كوكب فيجا. ليه؟ يعني سابقا احيانا تحس بلاكي هذا واصل مواصلنا واصل بس مع القائد جندال، صحيح. فجاه تشوف القائد جندال لما جاء زوريل، هل زوريل مستشار؟ هل زوريل تابع لجندال؟ هل جندال تابع لزوريل؟ هل هم اثنين موفقاء؟ ما تشوف الفرق والهيبه لما يجون القاده الخاصين فيجا. هنا لا، تشوف بلاكي يبدع الى مرحله يجي جندال يقول له اسكت، لا قال جندال اسكت، تشوف بلاكي ينكتم. هنا الحين جابوا لك الوزير زوريل او القائد او المستشار زوريل انه قائد فقط استخبارات، وفعلا ترى قالوا من قبل كان قائد فقط استخبارات حق كوكب من تحالف فيجا، لما قضى على فيجا جابه الى كوكب الارض. ففي ترابط هنا، في توضيح. الاهم من هذا يا ماجد اللي عجبني على كثرة أسلحة جوندايزر، قبل كنا نقول يقعد يسافر أخي ما يستخدم سلاح واحد في القضاء وطريقة واحدة في القضاء، صحيح. الحين لا تختلف في كل حلقة، ولا وقاعدين يستعرضون أسلحته بطريقة جميلة، ولا ويمكن بلا مبالغة يمكن هذه أول مرة جوندايزر بالنسبة للنسخة القديمة، يمكن أنا غلطان، إنه يهزم العدو بدون حتى لا يطلع من مركبته الصحن الطائر حقه، يعني يهزمه هو وسط الصحن الطائر. عادة دائما يدخل صحن الطائر يطلق الصحن الدوار هذا بس، وبعدين يطب ينزل ويقاتل. هالمره لا، قتل العدو بدون حتى لا ينزل ويطلع من المركبه حقته، فهذه تغيير حلو يعني. بس انا كمتابع قديم لي اشياء معينه ما ادري هل طبيعي انها تتغير الحين في ريميك، ولا كان المفروض ان يتم المحافظه عليها في ريميك. انا نفسي في حيره من داخلي، لكن انا بالنسبه لي المشهد القوي للدق وهو يركض في الممر، الممر يمر بالتهويه يتحول دوق فليد، بعدين الجوندايزر ويطير في ممرات خاصه ويطلع، هذا كان له اخراج ثابت، وكان الاستديو كل مره ينافس نفسه من قبل فيه. انا ما حبيت التغيير يعني، انا كان ودي هذه نعتبر احنا العشاق تريد مارك. انا اول ما ظهرت ما تلعبوا فيه، هذه من وجهه نظري. هم ما تلعبوا، هم ما قدروا يخرجونه او ينتجونه بنفس الجوده القديمه، هذه وجهه نظري. انا لازلت برضو ارى ان القديم كان اجمل، طريقته في الركض، اسلوبه وهو يقفز، اسلوبه ينقز او يعني ويدحرج ويتزحلج داخل الممر، وبعدين لما يخرج يقول دوق فليد، كان كلها كانت اجمل في الماضي، صحيح. اخراجيا الميوزك الساوند تراك يعني هذه كانت تريد مارك. كل هذه خلاص حفظناها، وضعناها مع كل شيء. يعني لكم تتخيل ان 76 حلقة او 78 حلقة عفوا في الجزء القديم، بلا مبالغة في كل حلقة يمكن نادر تمر حلقة ما نسمع فيها الدقة ذي والمشهد هذا. فهذا التريد مارك. انا يوم ظهرت في الحلقة صفقت، اخيرا المشهد الاسطوري ركضته
ولكن لم تعطيني الجودة والمشاعر القديمة للأسف. صحيح. للأسف. صحيح. صحيح. اللي زي ما قال محمد في الحلقة اللي توه كتاب العمل وما قد كتاب القديم لا ترجع لا تقارن ولا تشوفه واستمتع بالعمل الجديد لأنه ممتع صراحة ممتع، ولكن احنا عندنا ارتباط عاطفي مع الجزء القديم فلهذا السبب الجزئية ذي يعني. قتال مع الوحش هذا كان جميل، رسم الوحش هذا كان يعني فعلا فعلا لأنه اسم العمل وحش الصحن المتوحش الطائر. فكان من قبل يجيك صحن صغير ينفتح يطلع منه وحش بليق اللعبة القديمة بليق لا هذا لا على حجمه على شكله كيف طلعت في يديه كيف طلعت الوجود شك تصميم الوحش الرعب اللي فيه الوحش شكل التنين للوحش فعلا يقنعك انه وحش يقنعك، ولا قبل كان صحن طائر كبر كبر الملي فوق فجأة ينفتح يصير اكبر من جوندايزر إيه ما كان في منطق ما كان في منطق في تركيب الوحوش سابقا هنا لا والله خارج الوحش هذا عجبني في وحوش كثير في جوندايزر من قبل كان خارجها جميل وشكلها واسمها جميل بس لسه تونا في الحلقة الخامسة عشان نحكم يعني الحلقة الخامسة من جوندايزر القادم ما طلعت وحوش مميزة زي كذا فهنا يطلع الحلقة الخامسة تطلع الأوكان الثلاث لقيادة للحماية عن الأرض ونشوف رسوم هذه كوحوش ولسه جوندايزر ما بعد يمكن ما بعد يبنون للممار حقه وما بعد يجي حاجة بس فعليا كان في شغلة جمالية في الحلقة جدا جدا عجبتني اللي هي العلاقة ما بين كوجي وهيكارو عفوا ماريا لأن كانت موجودة من الجزء القديم حتى سباق الخيل كان موجود من الجزء القديم وكان جميل وممتع كله بس عجبني نظافة تحدي اللعبة اليابانية نسيت اسمها صراحة اللعبة اليابانية ودال في البي بليد البي بليد احنا نسميه زنبور نسميه احنا زنبور وحتى في اللعبة اللي زي الشطرنج نسيت اسمها هذه السودة تشيكرز ما ادري اسمها فازت عليه طبعا إضافة جميلة أن عندها قدرة رؤية المستقبل ما أديده في القديم كان عندها ما كان عندها ما كان عندها قديم لا 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 ما كان عندها إضافة حلوة يعني حتى أن هزمت الجاسوس عن طريق أنها قاعدة تتنبأ بتحركاتها فتتفاداها صحيح بس أنها ما قدرت تتنبأ أنها في أحد بيهجم عليها فكوجي حماها شهامة الرجول عند كوجي بدأت تعجبها فالكاتب قاعد يرسم مثلث الحب اللي واضح هم خطيبته روبينا وهيكارو اللي خطبت روحها له ودايسكي ودايسكي هذا المثلث الحالي طبعا كان في مربع اللي ماتت نايدا نايدا والحين ما ادري انا خايف يدخلونها كمربع اللي هو تيرونا خاصة ان سابقا روبينا كانت تيرونا وروبينا شخصية واحدة هي انقسمت شخصيتين ما عندنا مشكلة الكاتب اكيد له هدف بس عجبني الفكرة في نهاية الحلقة ان اختها يقول هو خطيبش ما راح تقتلينه يعني مشاعرش بتتدخل اطلع انزلي من المركبة يعني خذش مركبة صغيرة وطلعي من وتلميح التطوير للمركبات دكتور مون قاعد يكلم الدكتور اللي هو بوكسايكا ان احنا الحين نقدر نستفيد عندهم جزء من اليات كاسادو عندهم جوندايزر يدرسونا ومركبة ماريا مركبة ماريا غير ابحاث بروفيسور كابوتو فالحين يقدرون يصنعون ولازلنا ننتظر عودة مازنجر يعني نبي مازنجر يرجع في احتمال في احتمال قوي انه يرجع مازنجر انا واثق من هالشيء انا بس خايف من شغلة واحدة اللي هي انه يحلي مثلث الحب بين هيكارو ودوكفريد ويسوي فيه انه بيطلع من خارج الصندوق ويخلي حب بين كاسادو وهيكاو وهيكاو تصلح كاسادو لا 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 لا, لا بليز بليز لا 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 أرجوك يعني أنا ما راح أتقبلها صراحة كاسادو ما أبيه في القصة أنا ما مستغرب إنه لازال محافظ عليه الكاتب عشان يخلون هيكاو تحبه ذاك لا لا الله يستر الله يستر مع أنه قالت إذا أنت شرير بقتلك هو اعترف إنه شرير فالمظن أنه تقتل أنا حتى خفت إنه يوم دخل جراندازي يوم دخل المظن قلت يمكن اللي قاعد يقوده كاسادو وليس دوخريد بس أشوى عدت على خير الله يستر الله يستر المهم كذا كنا وصلنا لنهاية هذه الحلقة الجميلة والرائعة والمتعة معكم إن شاء الله كنتم استمتعتوا معنا بالختام قولوا معي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أدسوا الاشتراك باي والشير ونشوفكم على خير.